الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين، أما بعد، فهذه سنة 64 و100. في هذه السنة أغزى المهدي رجل يقال له عبد الكبير ابن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب درب الحدث، ووجهه فيما يقولون 90,000 لغزو تلك المناطق، لكنه فشل فشلا ذريعا، حتى هم المهدي بضرب عنقه، لكنه بسبب تدخل أهل الكلمة منع من ذلك، لكنه حبس في المطبق عقابا على هذه الفعلة الفاحشة، أنه تصالح مع قائد ذاك الجيش الكافر، فكانت هذه هي العقوبة. من الأمور التي تلفت النظر اهتمام الملوك بالبنيان. كل ملك يبني قصرا أو يحدث قصرا أو يقوم بقصر لأجل المتعة، ربما لا يجلس فيه إلا سويعات أو أيام قليلة. فالمهدي بنى بعيسى باد قصرا، أولا بناه من اللذة حتى يسكن فيه، ثم كلف الناس بأن يبنوا قصره الآخر بالآجر، وسمي قصر السلامة. في هذه السنة سنة 64 و100 حج المهدي عن طريق الكوفة ذاهب إلى مكة، لكنه في الطريق نقصه الماء وغلى سعر الماء حتى أصابهم عطش شديد، وأيضا أصابته الحمى، فلما وصل إلى العقبة رجع ولم يكمل الحج، وخشي الذين معه من العطش حتى أشرفوا على الهلاك، وكلف أخاه صالح بن أبي جعفر بأن يتولى الحج، فحج بهم في سنة 64 و100. في سنة 65 و100 قدمنا أن هارون الرشيد كلفه والده بأن يذهب إلى غزو الصائفة، وقدمنا معنى كلمة صائفة غزو الروم، أنهم يغزونهم في وقت الصيف، ففتح بلاد كثيرة ومنها مدينة يقال لها ماجدة، وبرز يزيد بن مزيد لرجل من قوات تلك المنطقة فقتله، فحلت الهزيمة في القبيلة في العسكر الآخر. وعليكم السلام. طبعا العدد الجيش قيل هو 95,793 رجلا، وحمل معه من العين والأموال والورق آلافا مؤلفة، يعني أمور كثيرة جدا في هذا الجيش، وغنائم هذا الجيش لا تعد، إلى أن وصل إلى القسطنطينية، وكانت حاكمة القسطنطينية أغطسة بنت أليون، طبعا هي تحكم لأن ابنها كان صغيرا، فظلت الوفود بين هارون الرشيد وبينها حتى أقرت بأن يكون بينهم هدنة وصلح على أن يؤدوا إلى المسلمين مالا عظيما، وشرط هارون الرشيد فوق المال الأدلاء والأسواق في طريقه. يقول لك لأنه دخل مدخلا صعبا مخوفا على المسلمين. عادة الإنسان أنه يدخل لا يلتفت إلى الخلف، اصعد قمة جبل تجدك في صعودك تجد متعة، بمجرد ما تلتفت إلى الخلف وتنظر إلى الأرض تقول كيف أنزل، وتخشى من السقوط. فكذلك الجيش لما دخل إلى هذه المنطقة كثيرة الأشجار كثيرة الأوغال، فما استطاع أن يرجع مرة أخرى إلا بالأدلة، وأيضا السوق حتى لا يصيبهم الجوع. كانت الهدنة لمدة 3 سنوات، سلمت الأسرى، وكان مما أفاء الله عليهم قبل الجزية 5,000 رأس و643 رأس. قتل في هذه الوقاع من الروم 54,000. فإذا هي الحرب كبيرة جدا. طبعا هناك مصطلح يسمونهم المرتزقة، وهناك يسمى المطوعة، في ناس تتطوع لله سبحانه وتعالى، هناك ناس تدفع لهم فلوس عشان يمشوا معك إلى الجهاد. في سنة 66 و100 هارون المهدي بايع في أول أمره لما خلع عيسى بن موسى كما قدمنا، وضع بدله
ابنه الهادي. وفي هذه السنة سنة 66 وضع ابنه هارون بعد الهادي، وبايعه الحكام وبايعه القواد والأمراء والوزراء والوجهاء أن المهدي ثم بعده للهادي ثم بعده للرشيد. في هذه السنة سنة 66 وقعت الطامة على رجل يقال له يعقوب بن داود. قدمنا أنه أحد وزراء المهدي. أبوه داود ابن طهمان هذا كان أحد كتبة نصر بن سيار في دولة بني أمية، لكنه كان يلين ليحيى بن زيد الذي قدمنا أنه قتل في عهد هشام بن عبد الملك، وأبوه زيد الذي ينسب إليهم بالزيدية. فكان يلاطفونه ويبعدون عنه كل الدسائس إلى أن ظهرت المسودة وظهر أبو مسلم الخرساني، فخرجوا إليه وهم آمنين لأنهم مساندون ليحيى بن زيد. طبعا أبو مسلم آمنهم ولم يتعرض لهم ولم يأخذ أموالهم وترك منازلهم التي استفادوها من بني أمية لأنهم كانوا مخلصين ليحيى بن زيد. لكنهم لما خرجوا داود بن طهمان وأبناءه ومنهم داود، هم كمل أهل سياسة وأهل أدب وأهل أخلاق، لكنهم لم يروا معهم أن بني لم يروا لبني العباس لم يروا أن لهم في دولة بني العباس نصيب، فاتجهوا إلى آل الحسين وأظهروا مقالة الزيدية. لماذا؟ قال لعل الله أن يخرج من العلويين من يكون خليفة ونحن وزراء. طبعا خرجوا مع إبراهيم ومحمد الذين قدمنا سيرتهم وما حدث لهم، إلى أن قبض عليهم المنصور فأوضعهم في المطبق وحبسهم هناك، وحبس معهم إسحاق ابن الفضل ابن عبد الرحمن. لما خرج المهدي وصار هو الخليفة أخرج داود يعقوب بن داود، أخرج يعقوب ابن داود. لما أخرج وجده رجلا كاملا ذو عقل ذو رياسة وذو دهاء، وأيضا استطاع هذا الرجل بذكائه أن يأتي للمنصور للمهدي بالهاربين من العلويين، وهم ذكروهم عيسى بن زيد وآخرين استطاعوا من آل الحسن وعيسى بن زيد، استطاع هذا الرجل بحكمته ولينه وسياسته أن يقربهم حتى قبض عليهم المهدي. طبعا هذا الأمر يعتبر خيانة، كيف تكون من الزيدية وتخون الزيدية؟ لكنه يعني هذا الأمر وهذه حال الدنيا استوزره المهدي، بل فوض له أمر الخلافة، بل زاد عن ذلك أن الذي يضع الناس شرقا وغربا هو يعقوب بن داود، كل عمل جليل ونفيس يعقوب بن داود هو الذي يضعه. لذلك يقول بشار بن برد: بني أمية هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب بن داود، ضاعت خلافتكم يا قوم فاطلبوا خليفة الله بين الدف والعود. كناية عن قال سمام بني أمية، لأنه يذكر كلمة نص: أقول من التعجب ليت شعري أي قاض أمية أم نيام. فهو ذكر كان يقول خاطب بني أمية هو يقصد بني العباس. طبعا كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. طبعا أن دخلوا عليه من أي باب؟ قالوا: جعلت المشرق والمغرب في يد يعقوب وأصحابه وقد كاتبهم، وإنما يكفيه أن يكتب إليهم فيثور في يوم واحد على ميعاد فيأخذ الدنيا لإسحاق بن الفضل. هنا كأن المهدي كان نائما فاستيقظ. دخل، وهذه من الأخطاء أن الإنسان لا يتتبع ما يقول الناس فيه. دخل يعقوب فجث بين يدي المهدي وقال: يا أمير المؤمنين، قد عرفت اضطراب أمر مصر وأمرتني أن ألتمس لها رجلا يجمع أمرها،
فلم أزل أرتاد لها حتى وجدت رجلا هو ابن عمك إسحاق بن الفضل. إسحاق بن الفضل الذي قال سعاء أنه يريد أن يجعله الخليفة ولن تريد أن تملك مصر. فيعني رأى التغير في وجه المهدي فانسحب. فالمهدي قال بصوت يعني خفيف: قتلني الله إن لم يقتل إن لم أقتلك، قتلني الله إن لم أقتلك. هناك مشكلة أخرى، المهدي معروف عنه أنه صاحب خلع واستهتار بذكر النساء والجماع، إنسان يحب هذه المتع. ويعقوب ابن داود يصف من نفسه في ذلك شيئا كثيرا، يعني فحل يجامع الأكثر من امرأة في يوم واحد، والمهدي هذا أمر يحبه ويشتهيه. فكان إذا ذهب يعقوب خلى الناس بالمهدي، فجعلوا يقولون فيه وفيه وفيه وفيه، حتى قالوا أنه خلاص انتهى أمر هذا الرجل. فلما يصبح الصباح ويأتي يعقوب ويذكر قصة أو قصتين مما يحدث بينه وبين النساء، وإذا المهدي كأن شيئا لم يقل، فجعلوا يتعجبون. طبعا يعقوب بن داود الإنسان نقطة على نقطة على نقطة، وإذا عندك كمية كبيرة من الماء. فهنا هنا السواق ذكروه بالعلويين، وهنا أنه يستخف به، وهنا يحاسب، وهنا يوجه، وهنا 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 وهنا، حتى تجتمع عليك كل المصائب. فمن ذلك أن يعقوب بن داود قال للمهدي في أمر أمر هذا والله صرف. يعقوب يقول للمهدي هذا صرف. قال المهدي: ويلك وهل يحسن السرف إلا بأهل الشرف، ويلك يا يعقوب لولا السرف لم يعرف المكثرون من المقترين. لكن هذا الرجل أيضا ما تنبه. المهدي وهو جالس كل تصرف من تصرفات الأمراء والحكام لابد لها دلالة. المهدي جالس في مكان ذو شجر وذو زهور، وفيه الخوخ وفيه التفاح وفيه كل ما يشتهي الإنسان من فرش وهذه يعني التحف وهذا الأثاث، وأيضا على رأسه جارية لم يرى الناس مثل حسنها وقدها واعتدالها. فلما دخل يعقوب قال له المهدي: كل ما ترى خذه لك هدية، كل ما ترى خذه لك هدية حتى الجارية. فلما أراد أن ينصرف بعد الثناء والمدح قال: لكن عندي طلب وحاجة. فوثب يعقوب قال: هذه موجدة يا أمير المؤمنين، يعني غضبت من شيء؟ قال: لا لم أغضب، لكن أريد أن تحلف لي. قال: أحلف. قال: فلان ابن فلان من ولد علي أحب أن تكفيني مؤونته وتريحني منه وتعجل بذلك، يعني كناية عن القتل. فقال: أفعل. فلما ذهب يعقوب وهذا العلوي وهذه الجارية إلى بيت يعقوب وضع بينه وبينها ستر، وأمر العلوي فأتى فغنت الجارية، صار مجلس أنس، وحادث العلوي فوجده من ألب الناس وأحسنهم إبانة. ألب يعني أعقل، وأحسنهم إبانة كناية عن أنه صاحب لسان فصيح، صاحب لسان فصيح. فهذا الرجل قال: إياك ودمي، عرف أن المهدي أما وضع هنا لليقتل. قال: الله الله في دمي، فإني من أبناء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. يعقوب قال: إن فعلت فيك خيرا شكرت، هل إذا اعتقتك أو فساعدتك ماذا تفعل؟ قال: إن فعلت خيرا شكرت ولك عندي دعاء واستغفار. جاب رجالين قال: هذا أي طرق تحب، يعني طريق مصر ولا طريق الحجاز ولا طريق الخراسان، أي مكان تريد للهروب. قال: طريق كذا. قال: إذا نذهب، وضع مال في يده وتطلق. من الذي يسمع في الجلسة؟ الجارية. فبعثت الجارية إلى المهدي وقالت: هذا جزاؤك من الذي آثرته على نفسك. أليس المجلس كان مجلس عجيب وجارية
تشترى بمال كثير، ومع ذلك وهبت كل ما في تلك القاعة لهذا الرجل، ومع ذلك خانك مع رجل أنت أمرته بقتله. المهدي لما سمع بهذا الأمر شحن الطرق والمواضع التي قصدها، فأتي بالرجل فدخل يعقوب من غد، فقال المهدي قال له: ما حال الرجل؟ قال: يا أمير المؤمنين قد أراحك الله منه، بكلمة فيها تعريض. قال: مات؟ قال: نعم. قال: قم فضع يدك على رأسي. فوضعت يدي على رأسي وحلفت له به، يعني ورأسك. قال: يا غلام أخرج إلينا ما في هذا البيت، أخرج إلينا ما في هذا البيت. ففتح بابه عن العلوي وصاحبيه والمال بعينه. يقول: فما استطاع أن يتكلم ببنت شفه. فقال المهدي: لقد حل لي دمك لو آثرت إراقته، يعني لو أردت قتلك بهذا يكون حلال دمك. أخذه فوضعه في المطبق، ويعني جعل طبعا في المطبق، يعني ما في حلاق، ما في سبوح، انسى. إذن ماذا سيحدث لك؟ يطول أظافرك ويطول شعرك ويتسخ ثيابك، وهو المطبق هذا نوع من البئر، يعني أيضا ظلمة، فأصبح البصر كليل. وجلس مدة يقول: حتى لا أعلم ما الأيام، حتى الأيام لا أعلمها. يقول: فخرجت فقال: سلم على أمير المؤمنين. فقلت: أي أمير المؤمنين؟ قال: من الذي أخرجه؟ الرشيد. قال: أنا. قال: المهدي. قال: رحم الله المهدي. قال: الهادي. قال: رحم الله الهادي. قال: هارون أو الرشيد؟ قال: نعم. قال: فأحسن له هارون الرشيد. قال: أين تريد أو ما سل حاجتك؟ قال: أن أجلس ما بقي من عمري في مكة. قال: وغير ذلك؟ قال: لا أريد ذلك. جلس أياما هناك لم يطل حياته، ثم مات، وهكذا تقلبت الدنيا. أيضا يعقوب هذا من ناحية أنه كان خائن لأن ميوله كانت مع العلويين، لكنه فيه الصلاح، لأن عادة الملوك في تلك الفترة كان يشربون النبيذ، والنبيذ قيل أنه يعني اختلف العلماء، هذا شيء أكيد أنه اختلف العلماء الأولين في حكمه، وإن كان الآن استقر العمل على أن نوع من أنواع الخمر، لكنه في السابق كانت هناك شبهة فكان الملوك يشربونه. فكان يعقوب يحذر المهدي من ذلك، يقول: تجمع الغناء والسكر، أبعد الصلوات الخمس في الجامع يشرب عندك النبيذ وتسمع السماع؟ فالمهدي كأنه يريد أن يرطب، يعني يريد أن يأخذ حجة. قال: سمع عبد الله بن جعفر الغناء. قال: وليس هذا من حسناته، لو أن رجلا سمع في كل يوم كان ذلك يزيده قربة من الله أو بعدا. يعني افرض أن واحد كل يوم يسمع غان، هل هذا يقربه من الله ولا يبعده؟ أيضا وجد شدة يعقوب في نفسه، أن كيف أكون أنا وزير لإنسان بالنهار سيد الناس وبالليل أسوأ الناس؟ فقال: يا أمير المؤمنين، يعني بعد هذا العمر طويل استقبل وقدم النية في تركه موضعي هذا، يقول: قدم النية أني أترك موضعي هذا. يقول: والله لشربة خمر أشربها أتوب إلى الله منها أحب إلي مما أنا فيه. أني أرى هذه المظالم. فقال: والله لأني لا أركب يا أمير المؤمنين فأتمنى يدا خاطئة تصيبني في الطريق عشان أرتاح من هذا الموقف. لكن سبحان الله، يعني دارت الدنيا والمهدي هو الذي وضعه في المطبق. طبعا من الطرافات أن المهدي وهب لبعض ولد يعقوب بن داود جارية، وكان يضعف، يعني كناية عن عقله، فيه خفة. قال: فلما كان بعد أيام سأله عنها، فقال: يا أمير المؤمنين، قال له المهدي: كيف رأيتها؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما رأيت مثلها، ما وضعت بيني وبين الأرض مطية أوطأ منها. حشى السامع. فقال
قال التفت المهدي إلى يعقوب فقال له: من تراه يعني؟ يعنيني أو يعنيك؟ فقال له يعقوب: من كل شيء تحفظ الأحمق إلا من نفسه. كلمات ما تقال يعني. طبعا لما تمكن السعاة، لذلك الذي يرخي إذنه للسعاة يسمع الكلام لا يترك له حبيب المصافية. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول قال: لا تبلغوني عن الناس، إني أحب أن أخرج وأنا سليم الصدر. تخيل أنت يومين واحد يقول لك فلان قال فيك كذي، مع الأيام راح يؤثر. لذلك ما دار على يعقوب من كثرة السعاة عاشرة إلا وهو في المطبق، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. استطاع المهدي أن يجمع كل أصحاب يعقوب وأن يودعهم، يعني جردهم من كل مناصبهم وأموالهم ورجعوا مرة أخرى أناسا بسطة. في هذه السنة، سنة 166 و100، أحدث المهدي أمرا بإقامة البريد بين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مكة واليمن. في السابق لم تكن موجودة أن المدينة متصلة مكة واليمن، لذلك كانوا يتخذون لها بغال معينة وإبل خاصة تشترى، يسمونها بغال البريد أو البريد أو أركبه على البريد، لأن كانت هناك مثل ما تقول وسائل النقل هذه هي البريد. فكانت هذه من خطة المهدي أن فعل ذلك. في سنة 66 و100 أخذ المهدي داود بن روح بن حاتم وإسماعيل بن سليمان بن مجالد ومحمد بن أبي أيوب المكي ومحمد بن طيفور في الزندقة فأقروا، فاستتابهم المهدي وخلى سبيلهم، لأن في تلك الفترة كثرة الترجمة، اختلط الناس بالفارس، كثرة المانوية، كثرة اعتراض الناس، نبغت المعتزلة وأصبح الناس يشككون الناس في دينه. حتى يصل أنت لو تجلس مع بعض الناس الذين يشككوك في دينك تسمع كلام يعني يقشعر جلدك منه، كلمات لا تقال، هذا رب، ما عابد شنو، من شنو الدليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم كان رسول؟ كلام يقال هكذا عبطا واستخفافا بالعقول. فما بالك في تلك الفترة الذي لم تكن هناك إلا كل حجة دامغة وكل شبهة رهيبة تجد الإنسان قد تشربها وتشعبت في جسمه. فالمهدي كانت من حسناته أنه تتبع الزنادقة ويقتلهم، وكانت بدايتها في سنة 66. في سنة 67 و100 المهدي وجه ابنه موسى في جمع كثيف من الجند وجهاز لم يجهز أحد بمثله إلى جرجان لحرب واند هرمز لمحاربته، واستطاع أن يقضي عليه. طب توفي في هذه السنة عيسى بن موسى صاحب المشكلة مع المهدي وقبله مع المنصور، ولكي يتأكد الناس أشهد قاضي الكوفة أن هذا عيسى ابن موسى. في هذه السنة أيضا، أن سنة 67 بداية 66 بدأت المهدي يتبع الزنادقة. في سنة 66 جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتله. إذا في سنة 67 و100 المهدي انطلق في حملة لقتل الزنادقة لأنهم كثروا في تلك السنة. وفي سنة 67 و100 زاد في المسجد الحرام، وفي هذه السنة أظلمت الدنيا ليالي وأيام. تخيل تخرج الشمس وتغيب والدنيا مظلمة، حتى هاج الناس وأكثروا من العتق وأكثروا من اللجوء إلى الله وازدحمت المساجد، والمهدي دخل عليه وهو ساجد في قصره في غرفة لا يعرف فيها أحد وهو يساجد يقول: اللهم إن كان بسبب فخذني دونه، إن كان هذا الغمة هذه وهذه بسبب معصيتي فخذني أنا دونه. حتى كشف الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وطعن في هذه السنة عقبة بن سلم الهنائي بعيسى باذ وهو في دار عمر بن بزيع، اغتاله رجل فطعنه بخنجر فمات، وقد قدمنا ماذا فعل
عقبة بن سلم في حياة المنصور. في هذه السنة سنة 68 و100 نقضت الروم عهدها، وكان بين أول الصلح وآخر الصلح 32 شهرا، يعني قرابة سنتين وثمانية شهور. طبعا أطلق المهدي سرية بقيادة يزيد بن بدر البطال فغنموا وظفروا، ثم وجه لهم المهدي بعيسى الحرشي في 40,000 رجل. في هذه السنة سنة 68 و100 وارجع المهدي ديوانه وديوان أهل بيته إلى المدينة. طبعا كما تعلمون الخلافة كانت في المدينة، وعمر الخطاب هو أول من أحدث الديوان. فلما أخذوا بني أمية الملك ذهبوا به إلى الشام. في هذه السنة أرجع ما يتعلق ببني هاشم إلى مرة أخرى إلى المدينة المنورة. في السابق كان صاحب الديوان مثل أمين المكتبة، يعني عنده كتب كثيرة، هو الوحيد الذي يعرف أماكنها. فقام رجل هو عمر بن بزيع فعمل عقله، يعني كل هذه السنوات ونحن نمشي على وتيرة واحدة، أين الإبداع؟ فقال الإبداع أني أضبط كل زمام لوحده، هذا يمسك النفقات الصادرة، هذا يمسك النفقات الواردة، هذا يمسك الفقراء، هذا يمسك الجنود، هذا يمسك القادة، هذا يمسك مخرجات أمير المؤمنين. فسموها ديوان الأزمة، يعني كل زمام عليه رجل. فبذلك يعني استطاع أن يقضي على هذه القضية الشائكة بأن يكون كل شيء عند رجل واحد. في سنة 69 و100 المهدي عزم على أن يخلع الهادي ويضع بدله الرشيد. الهادي والرشيد تقريبا أخوان، أمهم الخيزران، لكن هناك الأب قد يرى في ابنه هذا ما لا يرى في ابنه ذاك، بعث إليه كل من يستطيع لكي يتنازل الأخ لأخيه، لكنها فشلت. فهم المهدي بالذهاب إلى تلك المدينة التي هي ماس بذان لكي يأمر الهادي أن يخلع نفسه لهارون الرشيد. طبعا القضاء كان قد أعد أنه سيموت في الطريق. اختلفوا في سر موت المهدي، قيل هو خارج الجيش يقول هذا وضاح قهرمان المهدي، خرج المهدي للتصيد وخرجنا وفرحنا والعصر تركه. فلما كان السحر الأكبر يقول بغلام يقول عظم الله أجرك في أمير المؤمنين، يقول فهممت أن أضربه، يقول فهرب مني، فجاء مسرور فقال عظم الله أجرك في أمير المؤمنين، فقال تركته أو فارقته عند صلاة العصر وهو أسر ما كان وأصح بدنا. قال طردت الكلاب ظبيا فلم يزل يتبعها، فاقتحم الظبي باب خريبة، فاقتحمت الكلاب خلفه، واقتحم الفرس خلف الكلاب، فدق ظهره في باب الخريبة فمات لساعته. هذا القول الأول. القول الثاني أن المهدي كان جالسا في شرفة من شرفات قصره، وهناك جارية يحبها هو عندها، والجارية الأخرى غائرة فدست السم في كمثرة العرموط، كمثرة واحدة ناضجة والثانية لم تنجب يعني على قدر الأولى، فوضعت السم في الأولى وبعثت بها إلى جارية لكي تقتلها، والمهدي كان يحب الكمثرة، فلما رآها دعاها فأكل، فمجرد أن وصل السم إلى بطنه صاح جوفي جوفي، ثم يعني مات بعد أيام قليلة جدا. فهذه الجارية تقول أردت أن أنفرد بك فقتلتك يا سيدي فهلك من يومه، لما علمت هذا. طبعا لم يفت هذا المشهد أبو العتاهية، فرأى يعني هذه الجارية كانت في قبها إلى قبة من مسوح، فهاجت قريحته فقال رحنا في الوشي
وأصبحنا عليهن المسوح، كل نطاح من الدهر له يوم نطوح، لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح، فعلى نفسك نح إن كنت لابد تنوح. لذلك يعني المهدي يقول أنه نام وقال لا تقضوني حتى أنا الذي أستيقظ، وهو في نومه صرخ فزعا وهو يبكي، فجاءوا إليه قالوا ما رأيت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رجلا لو كان وسط ولو كان في 1000 أو في 100,000 ما خفي علي، كناية عن أنه ثبت صورته. فقال كأني بهذا القصر قد باد آهله، وأوحش منه ربعه ومنازله، وصار عميد القوم من بعد بهجة وملك إلى قبر عليه جنادله، فلم يبقى إلا ذكره وحديثه تنادي عليه معولات حلائله، فما أتت عليه عاشرة حتى مات. ما كم الفترة التي مكث المهدي خليفة؟ 10 سنوات وشهرا ونصف شهر. كم عمره عند موته؟ 43 سنة، يعني في قمة شبابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ونجاوز عن سيئاتنا. هذا وصلى الله على محمد، جزاكم الله خير.